وقال جل من قائل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقسم ربنا سبحانه وتعالى على أننا قد خلقنا في كبد ونصب وتعب وبلاء متوار، ويقول جل من قائل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فكل واحد منا سيتقلب في هذه الحياة بين صحة وعافية وغنى وفقر وذل وعز وأمن وخوف وأنواع من البلايا والمكاره والامتحانات التي لا بد أن تمر بها، ولا مناص ولا محيص لك عنها. وهنا يأتي سؤال كبير جدا هو الذي يعنينا في هذه القضية: كيف نواجه هذه البلايا؟ كيف نصبر على هذه الأقدار؟ كيف نتجاوز تلك الآلام؟ فأقول: خذ هذه القواعد لتعينك بإذن الله على تجاوز كل هذه الآلام والخروج من هذه العقبات والأنكاد والأكدار. أول هذه القواعد: اعلم أنك لست وحدك. فإن كنت تعاني من فقر فهناك من يعاني من فقر أشد من فقرك، وإن كنت تعاني من مرض فهناك من هو مريض بأشد من مرضك. ومن ظن أن هناك من سلم من البلاء في هؤلاء الجالسين أو في عباد الله الصالحين أو في بني الإنسان أجمعين فليعلم أنه قد أخطأ، وقد أخطأ خطأ كبيرا. لا يسلم الواحد في هذه الدنيا من بلاء إثر بلاء، ولو سلم من البلاء أحد لسلم منه خيار خلق الله وهم أنبياء الله ورسله. القاعدة الثانية: اعلم أن الله لا يقدر شيئا على عبده إلا لحكمة. فهذا الفقر الذي نزل بك وهذا الدين الذي أهمك لم يقدر الله ذلك إلا لحكمة، لحكمة بالغة. قد يقدر الله عليك أمرا فتكرهه ولا تحب أن هذا القدر قد نزل بك، ولكن الله سبحانه وتعالى قد دفع بهذا القدر عنك ما هو أشد عليك وأعظم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يؤمن ويطمئن إلى أن كل قضاء نزل به من قدر الله المؤلم أنه ما نزل إلا لحكمة وأنه خير له. فما قدر الله عليك هذا المرض ولا ذلك البلاء الذي تقلبت فيه سنة أو سنتين إلا من أجل خاتمة حسنة أو عاقبة تحمدها بإذن الله. الأمر الثالث: اعلم حقيقة الدنيا. إذا كنت تظن أنك ستسير في هذه الدنيا بلا بلاء فأنت واهم، أنت ما عرفت الدنيا. أبى الله للدنيا إلا أن تكون مكدرة بالبلاء. البلاء الذي يصيبك مثل الحر والبرد، هل تستطيع أن تدفعهما؟ وكذلك البلاء هو قدر الله فينا لا نستطيع أن نرده. فنحن إن خرجنا من بلاء ننتظر بلاء آخر، ولا بد لنا من البلاء. ومن علم هذه الحقيقة استراح، لأنه عرف أنه لا بد له من البلاء. وإذا ظننت أنك ستسلم فأنت لم تعلم، ولو علمت لكنت مستعدا طوال الوقت للبلاء. اليوم يذهب عليك مال، وغدا يذهب شيء من الصحة، ويوم ثالث يذهب قريب أو حبيب، ويوم رابع تسمع ما يسوءك
ويوم خامس تصاب ببلاء في زوجك أو ولدك، ما لك من محيص؟ فإذا اطمأن قلبك بأن هذه الدنيا لا بد لك فيها من البلاء ارتحت جدا واطمأننت وعلمت أن هذا هو قدر الله في عباده، وأن هذه هي الحقيقة التي طبعت عليها الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وكذلك الذي يريد من الدنيا أن تكون سالمة من الأكدار والأقدار المؤلمة يريد من الدنيا شيئا لم تطبع عليه. يا من ابتليت أن كل عسر ينزله الله بك قد أنزل معه يسرا، فتدبر، فما نزل عسر إلا وقد قرن الله به يسرا بل يسرين. قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.